عمليات تمشيط واسعة من قبل الشرطة والجيش بزراعات كرداسة بحثا عن المطلوبين أمنيا. الإخوان تدعو للتظاهر اعتبارا من غد الجمعة تزامنا مع عودة الطلاب لدراستهم في الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة. حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف يؤدي إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين. محكمة جنايات القاهرة تخلي سبيل أحمد عز في قضية غسيل الأموال بكفالة قدرها 100 مليون جنيه. وألمانيا تطالب مجلس الأمن بإصدار قرار لتفكيك الأسلحة الكيميائية السورية.